ابن عباس اللي خرب النادي وعايز يرجع هو وعصابته 870 جنيه في السنه 75000 جنيه في الشهر اضرب 75000 جنيه في الشهر ده حوالي 900 في 6 محلات يعني 6 مليون ادي الوزير اهو اتفضل بص يا سيدي البنك التجاري الدولي طلع لي عقده البنك التجاري الدولي يا جماعه كان موضوع بس محضر له 12 محل على جامع دول عربيه المحل ب 1000 جنيه في السنه زي دول رفعت قضيه في جامع رئيس النادي في 6/4 في 2020 مشينا حسين لبيب اللي عايز يرجع خد 12 مليون ونازل على حكم المنطقه وكتب تغازل رسمي لما رجعت انا شوف العقد بتاع التغازل رجعت قلت لهم لا ولا ليه التغازل ده حط لهم رمل قدام البنك ما دخلهمش خدت 140 مليون جنيه تاني 140 مليون جنيه لما جيت 1/6/2012 تمام؟ ده العقد ده تمام؟ 140 مليون انا اللي بقدر من العام يلا حراميه يا مسلمين انا اللي بقدر من العام اخد 140 مليون وهو بيتنازل 12 مليون ومره تنازل ومكتوب هنا اهو اهو في العقد انه تنازل اهو اتفضل اهو 8/24/21 كان مين موجود؟ انا ولا حسين لبيب ولا جيتو شهر 8/21 حسين لبيب تمام؟ خد 12 مليون واتنازل خدته كم من تحت الترابيزه؟ لما رجعت اهو 140 مليون جنيه خدتهم من اول جديد تاني انا اللي بقى المنعه وما فيش يا جماعه محل الا بموافقه الوزير اهو اوريها لكم دلوقتي بص يا سيدي اشرف رئيس نادي مقرر مصر اهو بص يا جماعه ايه ما كان حسيت انك موجود الحرب اللي اختارت رقم كذا في 2009 بشان الكتاب رئيس نادي شؤون الوزير طار مقدم رئيس اللجنه المخالفه لاداره النادي زمان الموافقه على قبول السداد المعجل لقيمه الايجار لمده 12 محل تجاري في نادي الزمالك على البنك سي ام بي حتى اغسطس 2029 بنسبه خصم كذا مين كان بيعمل نسبه خصم؟ انا اللي بعمل ولا اللي خرب النادي عايزين نرجعه يبقى نسبه خصم مش انا اللي عاملين الجدول على الكمبيوتر زي القصص بتاع التقليل احنا ما شفناهوش لغايه دلوقتي وكل اللي عرفنا فيه رفض الطعن لعدم استبدال الصفه ها مين الحرامي ومين الشريف؟ اشرف مش عايزين نسمع عن حد ثاني ولا جبت لكم هو العقد بتاع ناصر منسي 8 مليون نفس الضرايب 6 مليون هاتريك النهارده في ماتش صعب ها يقول لك ناس المنسي ياخد 800 مليون عموما انا جبت له هدية اللي عايز تاني هتقول خلينا دلوقتي اهو عشان كده رئيس ربنا بيقف معاك هتقول تاني معاك ربنا يا ريس اضرب يا ريس معاك ربنا مش معاك ربنا اقول ربنا يديك الساحه ناس المنسي اهو ده اسم مين؟ منسي اهو 8 مليون و300 خصم من الضرايب. قلت لهم انتوا عايزين يجوا على علبة سجاير. كفاية! عرفنا وزينا! يا جماعة عمومية محترمة يا جماهير. اوعوا العصابة دي تعرف النادي تاني. حافظوا على ناديكم. اوعوا العصابة دي تعرف النادي تاني. دي عصابة مجرمة. خلينا في ظهرك يا ريس. ونفسهم يطلعوا في التاريخ.
يقولوا رئيس الأهلي.